هاني جوهرية، اسم يذكرني بأشياء كثيرة. أهم شيء يذكرني في هاني جوهرية أنني لم أره إلا في الخندق دائما، لم أره خارج الخندق، وهذا أعظم اختيار يمكن أن يختاره إنسان. كان يستطيع هاني جوهرية أن يعيش مع الثورة، ولكن من صفة المراقب، أي أن يعيش معها على البعد، ولكنه اختار دائما أن يكون في خندق الثورة، واختار أن يبحث عن وطنه، عن الوطن فلسطين، أن يبحث عنه في أضيق مسافة وأخطر مسافة في نفس الوقت، إنها المسافة التي تفصل بين انطلاق القذيفة وانفجار القذيفة. ولعل هذا هو أعظم اختيار لإنسان، ولا يمكن لهذا الاختيار إلا أن يصدر عن رجل ثوري، عن رجل تعضت لديه الثورة حتى أصبحت جزء منه لا يستطيع الانفصال عنه. بعد أيلول المخابرات الأردنية حاولت تضغط على هاني من كل النواحي، وبعدين لأن الثورة كانت يعني تقريبا مش متواجدين الشباب في عمان، قعدنا فترة ما كان عندنا فلوس بالمرة، حتى ولا قرش نشتري خبز. جوز أختي فتح له محل في عمان، يعني هو اللي موله بالفلوس على أساس هاني يشتغل. فتح المحل وبلش يشتغل. طبعا طبيعة عمل المصور، ممكن يصور عرس، ممكن يصور حفلة عيد ميلاد أو حفلات يعني عادي. فكان يروح يصور ويقول لي أنا مش هون محلي، أنا محلي مع الشباب، أنا محلي بالثورة، أنا ما خلقت علشان أصور عيد ميلاد ولا بيض في شمعة، أنا خلقت علشان أخدم بلدي. هو مات من عشان بلده. جاء هاني من عمان إلى بيروت في عام 1965 وفي أصعب الأوقات، فقد كانت الثورة الفلسطينية تواجه أعتى مؤامرة للتصفية، وكان هاني يدرك هذا جيدا. وعندما قيل له في عمان انتظر حتى تهدأ الأمور في لبنان ثم اذهب، قال ما قيمة أن أذهب بعد أن تهدأ الأمور. عندما ذهب إلى عين طورة ذهب هاني مرافقا لعدد من قيادات وكوادر حركة فتح، وعاد الوفد في المساء بعد أن تفقد ذلك الموقع الهام، ولكن هاني بقي في الموقع، فقد فتنه المشهد البهي، المقاتلون وروح الثورة والتحدي، الثلج والجبل، هاني المناضل والفنان اندمج تماما في هذا المشهد ونسي نفسه والتحم مجددا مع الينابيع الأولى الصافية النقية. Thank you.
حضر لعندنا الأخ هاني للمواقع الأمامية اللي احنا موجودين فيها، واللي هي تعتبر على تماس مع العدو المباشر، ورحبت في الموقع وقلت له يا أخ هاني احنا اليوم في معركة مستمرة وفي قذائف وفي قصف في المنطقة، فكان الأفضل انك تأجلها. فقال لي انا تعودت انه اجي باستمرار لما اشوف المواقف مشتدة والمعارك مستمرة، وانا خايض هذه التجربة في عمان وفي مواقع اخرى، وحبيت اني اسجل المعارك من الموقع الحقيقي اللي بتدور فيه. فبدأ الأخ هاني يتجول في الموقع على العناصر الذي تقوم بإطلاق النار وتقوم بقصف مواقع الانعزاليين المقابلة لنا، وكان أيضا هناك قصف من الانعزاليين على مواقعنا. حاولت بكل جهدي اني ابعده عن موقع القصف وموقع الخطر، الا انه ابى وقال لا يمكن اني اتزحزح الا ما اسجل كل اشي بيجرى في الموقع. إن السلم النضالية هي التي تعبر عن نضال الشعب وتنقل تجربته النضالية للعالم، وينتفع بها هذا الشعب وجميع الشعوب المناضلة الأخرى. في عام 1968 تأسست وحدة أفلام فلسطين التابعة لحركة فتح والمعروفة الآن باسم مؤسسة السينما الفلسطينية، وكانت أول وحدة سينمائية عملت من خلال تنظيم فلسطيني مقاتل، وكان هاني جوهرية أحد مؤسسي هذه الوحدة وأحد مؤسسي السينما النضالية الفلسطينية. إن المهرجان الدولي الثاني لأفلام وبرامج فلسطين مهرجان هام جدا في نظرنا كسينمائيين فلسطينيين، إذ أن هذا المهرجان هو المهرجان الوحيد المخصص كليا للأفلام التي تعالج القضية الفلسطينية. ولهذا المهرجان في رأينا أهمية سياسية كبرى في دعم قضية الشعب الفلسطيني وثورته المسلحة. أعتقد الأخاني ممكن يضيف حول هذا الشيء. بعتقد بأنه ممكن نقول بأنه إقامة أو فكرة إقامة مثل هيك مهرجان
بالنسبة لنا كسينما فلسطينية من عندها سلاح من الأسلحة اللي ممكن تخدم الثورة الفلسطينية وتخدم القضية العربية بالوطن العربي كله. هاي المقابلة بس اللي حصلتوا عليها من بغداد الوحيدة اللي وجدناها لهاني، زي ما بقول المثل السكافي حافي والحايك عريان. حتى المواد التانية اللي استعملناها بالفيلم ما وجدناش ولا إشي عن هاني كشخص يعني، فقط وجدنا اللقطات اللي هو صورها. أكيد إنتاجه بيعبر عن فكره وتطلعاته الفكرية وانتمائه للثورة يعني. بالتأكيد عمل الإنسان هو يعني أفضل تعبير عنه يعني. أنجز هاني كمصور 12 فيلما، هي النزوح عام 67، الأرض المحروقة عام 68، الحق الفلسطيني عام 68، جسر العودة عام 69، زهرة المدائن 69، جريدة التلفزيون الأردني المصورة بين عامي 68 و69، لا للحل السلمي 69، شهادة الأطفال في زمن الحرب 69، بالروح بالدم 70، العدد الثاني من جريدة فلسطين السينمائية 1974، على طريق النصر 1975، وأخيرا المفتاح 1976. هاي الكاميرا اللي كانت معه مبين عليها معطلة نهائيا، أكيد بيكون الفيلم اللي فيها احترق. ما هو الله يرحمه استشهد هو واستشهدت الكاميرا معه، القذيفة اجت بالضبط عبعد نص متر منه. اللقطات اللي شايفينها هلا على الشاشة هي اخر لقطات صورها. بس هودي اللقطات او في غيرهم؟ لا صور هو نص ساعة يعني في الثلاث ايام الاخيرة اللي كان فيها بالجبل وعين طورة. واللقطة الاخيرة وين؟ هو محتمل انه يكون صور لحظة استشهاده، ولكن هذه اللقطة تلفت لأنه الضوء دخل بعد ما أصيبت الكاميرا، ولقطات أخرى كمان تلفت. اللقطات اللي هلا شايفينها وضعناها مثل ما هي آخر خمس لقطات بدون مونتاج زي ما هم بالضبط زي ما وجدناهم.
تحدث الأخ أبو خالد قائد الجبل للإخوة في مؤسسة السينما الفلسطينية على السياسية والنضالية التي تمر بالثورة وعن أهمية معركة الجبل وعين طورة في الوقت الذي استشهد فيه هاني جوهرية فقال نحن نفهم الصراع الدائر على الساحة اللبنانية أنه جزء من برنامج المؤامرة الإمبريالية على المنطقة العربية، حيث لهذه المؤامرة برنامجها المتكامل والذي يستهدف السيطرة على الوطن العربي، وبالتأكيد في طليعة هذه المؤامرة ضرب حركة الثورة الفلسطينية والكفاح المسلح، لأنه الأسلوب الوحيد كما ثبت لحسم التناقض مع العدو الرئيسي. من هنا نفهم هذا التوجه الإمبريالي الرجعي لضرب وتحجيم الثورة الفلسطينية في الساحة اللبنانية تمهيدا لتمرير هذا البرنامج الإمبريالي على الوطن العربي. إلا أن حسابات الإمبريالية والرجعية ليست قدرا وليست بالتأكيد كما جرى في أكثر من موقع بالضرورة أن تنجح، كما استطاع المقاتل الفيتنامي أن يهزم البرنامج الإمبريالي هناك، بالتأكيد فإن المناضل العربي قادر على هزيمة هذا البرنامج من جديد. لكن الصراع له طرفان، والطرف الثوري في معادلة الصراع حتى الآن استطاع أن يفشل البرنامج على الساحة اللبنانية، وبالتأكيد المعركة مستمرة ما دام البرنامج الإمبريالي لم يتحقق، وأيضا ما دام البرنامج النضالي الثوري لم يتحقق. وبخصوص معركة عين طورة المرتفعات صنين، حقيقة تأتي أهميتها من حيث إمكانية ضرب مشروع التقسيم المحتمل التي تسعى إليه القوى الانعزالية، حيث يشكل خرق باتجاه كسروان الجبل، والمفترض أن يكون هو البداية لعملية الدولة التي يسعوا لإنشائها. موضوع التقسيم حقيقة هي مرتبطة بذهنية متكاملة للقوى الانعزالية والإمبريالية، إنما تبقى ورقة أخيرة لهذه القوى قد تسعى إليها إذا ما شعرت أن الحركة الوطنية والمقاومة الفلسطينية قادرة على خلق بؤرة تصدي حقيقية ضد البرنامج الأمريكي في المنطقة. ومن هنا نقدر أهمية المعركة، معركة الجبل، وخاصة محور عين طورة الذي يشكل بداية لخرق باتجاه كسروان إذا ما استمرت القوى الإنعزالية في معركة ضد الحركة الوطنية والجماهير اللبنانية. تتاح للمؤسسة التونسية للسينما للتعبير عن مساندتها وتشجيعها للسينما المناضلة بصورة عامة وللسينما الفلسطينية بصورة أخص، ولقد فتحنا مخابر الستباك منذ سنوات للسينمائيين الفلسطينيين، ومشاركة منا في تكريم السينمائيين الفلسطينيين وتحية السينمائي الفلسطيني الشهيد هاني جوهرية، فقد قررنا إنشاء جائزة هاني جوهرية تمنح للسينما المناضلة وتقدم في شكل خدمات لشريط عن القضية الفلسطينية. كما قررنا تسمية قاعة المونديال، وهي أكبر قاعة للشركة التونسية للتنمية السينمائية والإنتاج، بقاعة هاني جوهرية. بأي مناسبة عم يكرموا الشهيد هاني بتونس؟ هذه مناسبة مهرجان قرطاج الدولي السادس اللي انعقد أكتوبر 76. متواضعة على محالة، ولكن بالفعل لا بالتمنيات والكلام.
إلى هاني جوهرية، إلى رفاق هاني جوهرية، إلى كل المناضلين الأبطال على درب التحرير والعودة، إلى الأبطال الأبطال والثوار الثوار، أخطها من أعماق القلب لتصل إلى أعماق الروح، ونحن معا وسويا حتى النصر. توقيع ياسر عرفات الفاتح من كانون الثاني 1977.